يعني أخي مجد لحين حبس يا تيتي؟ تيتا عم بسألك، أخي مجد رح ينحبس؟ بكرة بتبين الحقيقة ورح يطلع حبيبي، رح يرجع على البيت ويقعد معك. بس الأولاد بالمدرسة مو هيك عم بيقولوا، عم بيقولوا إنه أخي رح يضل بالحبس. أنت لا ترد عليهم لأنه هن ما بيعرفوا شي. مجد رح يرجع على البيت لأنه ما دخلوا، ومستحيل يعمل هيك. شو لوين يا روح ستك؟ بدي ارسم شوي جوا تيتي، جاي عبالي ارسم الشجرة اللي عنا بالجنينة مشان اعطيها لأخي لأنه بيكون اشتاق للبيت كتير. انتي عم تستني غسان يجي مو هيك؟ ايه، ان شاء الله غسان ما يرجع عن كلمته. بس انا فايتة اتسطح. إيلين شبكي يا اختي، تعبانة؟ لا حبيبتي ما فيني شي، بس بدي ارتاح شوي. ألو، لو سمحتي الدكتور طارق موجود شي؟ لحظة. ألو دكتور طارق؟ نعم، مين؟ مرحبا، أنا نيفين أخت إيلين، إيلين أكارسو. إيه، إيلين فيها شي؟ آسفة على الإزعاج بهالوقت، مع أنه ما كنت متوقع لاقيك، بس قلت لحالي بجرب حظي. وأنا على حظك اليوم مناوب. أنا اتصلت فيك مشان إيلين لأنه حضرتك قايل لأمي على دكتور تاني مختص. معناها إيلين خانو ما غيرت رأيها؟ ما غيرت. أنا بصراحة أخذت لها موعد لإيلين من الدكتور من دون ما تقولي لي، بس بعد ما قريت الخبر عن أخوكم بالجريدة قلت مو حلو اتصل. إيه معك حق، وضعنا صعب، بس وضع إيلين هلأ مهم أكتر. مزبوط. إذا حضرتك ما عندك مانع فينا ناخدها بكرة لعند الدكتور؟ إيه طبعا، بيكون أحسن بكتير. طيب خلص، أنا بكرة الصبح رح أجي وأخذ إيلين. لا 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 تتعب حالك، أصلاً تعبناك معنا بهاليومين، أنت بس أعطيني العنوان ونحن رح ناخدها. لا لا ما في أي داعي، أنا باخدها. أصلاً اللي فيكن مكفيكن هلا، وبعدين بكون ممنون إذا فيني ساعد بشي، رح أجي الصبح. تصبح يا خير. طيب تلاقي الخير. الدكتور طارق هو يلي رح يجي يأخذ إيلين لعند الدكتور الثاني. إيه الله يقدم اللي فيه الخير إن شاء الله. بنتي تعي تعي عمري لعند الماما. كيفك يا روحي، منيحة؟ غسان فوت، ليش واقف يا ابني؟ لا غير مرة، بكرة الصبح عندي روحة على المخفر بشوفكن هنيك. هدول غراضة وألعبة لزهرة. تصبحوا على خير. يسلموا غسان. يلا فوتوا بلا ما تبردوا. واخيرا اجيتي لعند الماما؟ ها؟ تعي تعي ورجيني هالحلوه. وين حبيبه ستة؟ يقبرني هالوش ما احلى. تقبر قلبي فصعونتي. وقفي يا روح التيتي. يا عمر امك. خلصت الرسمه؟ خلصت. فرجيني. عثمان كاتب عليها كمان؟ رسمت أخي مجد وفكرت كيف بدي أرسم الأفكار اللي براسه هلا، ما عرفت لهيك كتبتون. طيب أنت شو عرفك باللي عم يفكر فيه مجد؟ أنا بعرف أختي،
ليش مين بيعرف كل شخص شو بيفكر إلا الشخص بذات نفسه؟ ممكن نعرف هالأفكار من خلال معرفتنا بهالشخص وبالمعاناة اللي عايش فيها من كل النواحي. ووقتها بس بنعرف بشو عم يفكر. وطالما عنا هذا الشعور فإحساسنا أكيد لساته عايش.